مرحبا حبايب، ان شاء الله تكونون بخير. وياكم ايمن اكس من قناة جيمز انفون. قناة جيمز انفون قناة خاصة بالالعاب، دائما انزل شروحات على لعبة الببجي والماينكرافت وبعض البرامج المهمة للايفون. حبايب اليوم راح نتعلم 5 طرق جديدة في مستودع الاسلحة، طرق ابد ما مشروحة على اليوتيوب، كلش راح تفيدكم باللعبة. أول طريقة إنه هي شلون تصعد على هذا الحاوية، كل السهلة، مجرد إنه ما تمشي سريع وثلاث مرات تقمص. شوف حواف هاي الطريقة، ثلاث مرات تقمص وهاي تصعد على أعداء. طريقة كلش حلوة وسهلة. شوف حباب، ارجع اعيد لكم الطريقة. شوف حباب، ثانية الحاوية من قبلكم. هاي الحالة مقابلكم، مجرد ما اسرق وثلاث مرات تضغط على الجنب. هاي الحالة تقدر انك تنظر هنا وتفيدكم بمواجهة الاعداء. الطريقة الثانية اللي هي من هنا ايضا، ثلاث مرات تقمص وتنظر هنا وتقتل الاعداء. طريقة كلش حلوة وسهلة وتفيدكم. Killing spree for the red team. Reloading. The red team is in the lead. إنه شلون تصعد على هاي الصبة من قادمكم؟ أكو طريقتين، يا أما تجون من هنا تكمزون ثلاث مرات على السريع من هاي الجهة، العفو، ثلاث مرات على السريع، حبايب من ناتيجون ثلاث مرات على السريع، تقدرون تسعدون هنا مكان كلش طريقة كلش حلوة وسهلة، راح ارجع اعيد لكم اياها شلون تصعد على هذا الصبة. No mercy. Reloading. Target down. شوف حبايب من تيجون على السريع وثلاث مرات تضغطون على القفز راح يصعد. كل هاي الطرق تصعد إذا أنت لازم مفتاح فقط. Cover me. Clear. Target down. Reloading. Killing spree for the blue team. طريقة كلش حلوة. الطريقة الثانية شلون تصعد هناك اللي هي من هنا، تصعدون من هنا. No mercy. وتقمصون هناك. Half of the match is over and the red team is in the lead. The blue team doesn't have a lot of time left. Dead. Cover me. Killing.
killing spree for the red team. Expired. خلصت الطلق طبعا. هسه اكو اخر طريقة اللي هي شنو؟ شلون تصعد بسرعتك على هذا السطح؟ السريع وثلاث مرات تضغط. طبعا خلص الطلق ما اقدر. Red team victory. خلص الجيم. ان شاء الله استفادتوا من هاي الشروحات البسيطة، ان شاء الله تنال اعجابكم. لا تنسون تسوون مشاركة الفيديو حتى تعمل فائدة للكل وعمل اعجاب للفيديو. وشكرا.